مساء الخير واهلا بيكم في لمة حلوة جديدة. النهاردة الاربع 21/6، وطبعا زي ما انتم متعودين اوشي وميزو بيعملوا لنا احلى الاكلات. عاملين ايه؟ ازيك يا ندي؟ كويسة؟ صباح الفل. صباح النور. عاملين ايه بقى النهاردة؟ النهاردة عاملين احنا الاسبوع اللي فات ده كله اللي احنا ماشيين فيه بنعمل طبق خفيف او سريع، مش خفيف يعني، ده مش خفيف اللي هنعمله النهارده خالص خالص، عشان بقى نفضل الخبيث بقى والعجن ونبس الكحك والكلام ده. وش مش عاملين لنا طبق خفيف يا جماعه؟ محدش صدقه ماشي، عشان الطبق ده لوحده بسفره. ايه بالظبط. فانا عامل النهارده طاجن كبد فراخ بالرز. اوكي. وميزو هيعمل لنا بقى ايه؟ ابن عم. ابن عم البسكوت. احنا النهارده هنعمل بتيفور. هنعمل لانكشاير. الله. تمام. ولانكشاير بقى ايه؟ ابن عم البتيفور على طول. واخوه اخو في العجين. فنقول ننزل بقى بالمقادير. تمام. طاجن الكبد بالرز. معايا كبد فراخ ورز وهريسه، فلفل حار ده اوبشن، بصل وثوم وسمنه او زبده وملح وفلفل. يبقى طاجن الكبد بالرز، كبد فراخ، رز، هريسه، فلفل حار، بصل مفروم، ثوم، سمنه، ملح وفلفل. تمام. واللانكشاير. تمام. هنعمل مقدار صغير خالص، هنعمل تلت كوبايه سكر بودره. اوكي. كوبايه دقيق، هنعمل مقدار كوبايه دقيق واحده. اوكي. ونص كوبايه سمنه، وتلت كوبايه نشا، ومعلقه بيكنج باودر، وبيض معلقه صغيره بيكنج باودر، وبيض وواحده بيضايه، وفانيليا باكت فانيليا واحد. يبقى اللانكشاير عندنا تلت كوبايه سكر بودره، كوبايه دقيق، نص كوبايه سمنه، تلت كوبايه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وبيضايه واحده، وواحده فانيليا. بالظبط. ويلا نبتدي. اوكي. الاكل الخفيف قوي بتاع النهارده. بصوا، عشان في ناس كتيره سالتنا على الموضوع ده، خلي المعيار بالنسبه لك انت كوبايه حديديه في البيت، لا جرامات ولا الكلام ده كله. شوفي انت معيار في البيت، كوبايه، مج، كاس صغير، ازازه، واتيفر الحاجه اللي انت بتعمليها، وخلي ده معيارك. قال لك كوبايه يبقى ده كوبايتك، تلتها يبقى تلتها. تمام. لان هو الوزن عشان ما يختلفش من كوبايه لكوبايه والكلام ده كله، خلي المعيار عندك ثابت بس. ماشي. ونبدا بقى. يلا نبدا. انا معايا رز بسمتي. اجي اعمله يا بوشي. اجي اعمل الرز انا. ماشي. دي كام كوبايه؟ قلت كوبايه واحده؟ احنا قلنا كوبايه اهي. اوكي. تمام. ماشي. وانا اللي بعاير واحط عليهم النشا وهقلبهم في بعض، وابدا انا في الايه؟ في الاجراءات بتاعتي انا، بس عشان خاطر اقلب الحاجات الجافه مع بعض. ماشي. وش انت الثوم هتشوحه في الزيت؟ لا، انا حطيت زيت وحطيت عندي رز بسمتي نقعه بقالي حوالي ربع ساعه، هاخده تشويحه كده. انا عايز بس انزله عشان ايه؟ اديله التشويحه بتاعته عشان يلحق يستوي معانا. ماشي. طيب شويه زيت، حطيت الرز بس كده. اوكي. ميزو بتعمل لنا بقى ايه النهارده؟ يعني عايزين نبقى خطوه بخطوه معاك عشان الاكله خفيفه. انا بقول لك انا هعمل الاكل واروح اساعده. لا، هي عشان فيها لعب كتير في العجينه. اقول بس ايه، بس عامه انا دايما بحس ان الحلويات هي اللي بتاخد وقت اكتر من الحادق في الحلواني. صح. عشان بس نظبط العجينه وترتاح، ولو حاجه فيها خميره لازم تقعد شويه وترجع تاني، يعني فيها شويه قصص. فيها قصص كتير. ادي السكر بتاعنا اهو. ماشي. تمام. ولازم سكر بودره. سكر بودره اهي، بقى اسهل بس معايا في الضربين. اوكي. تمام. وادي الزبده بتاعتي اهي، وهضرب الاثنين لغايه ما يبقوا كريمي خالص. ادي السمنه بتاعتي اهي. السمنه تبقى سايحه شويه. هي جمدت بس معانا عشان المكيفات طبعا، بس هي بتبقى يعني كويس انها كده ايه؟ مويست. طب سؤال بقى، ليه ما استعملناش زبده بدل السمنه؟ السمنه ده الطعم بتاعنا الشرقي. عايزه تستعملي زبده استعملي زبده. ايوه. اوكي. ماشي. بس هي طالما احنا دخلنا في الـ في الـ في الشرق بتاعنا، لا يبقى نستعمل بقى سمنه ونحن كتيره. ده سمنه بقى. لسه اوشي بيقول النهارده ميزو مش عامل لنا يا جماعه طبق خفيف خالص. بص، اخليها كريمي خالص بقى. انا دي. اوكي. ماشي. ماشي. طيب اوشي، انت دلوقتي حطيت الرز يستوي. وبعدين انا حطيت له مكعب مرقه. لا مش يستوي، انا عايزه بس هيغلي كده، وبعد كده ايه اخلي يكمل سواه في الطاجن جوه، وعبال ما ده ياخد غروته هبدا عندي فكره الكبده. الكبده بقى زي ما انا عايز. بس أنا مش هيعجن لو الرز دخل واخد بقيه سواه جوه؟
انا عارف ان انت خبيره في الرز بقى. لازم اسال. عارف بس مش قوي كده. اوكي. انا بحب اقطع الكبده كبيره شويه، ما بحبهاش صغيره. ماشي. يعني الحجم ده كده بيبقى لطيف. هي بتكش سنه وعشان لما تيجي تاكل كده تحس ان انت ايه؟ في حاجه يعني. النهارده يا امشي بتعملي الطبق المفضل. بجد. فانا بحاول اتماسك. يا جماعه خلاص رمضان بيخلص. عايز اقول لك على حاجه، انا بحب كبده الفراخ جدا. تحفه. باي طريقه. انا باكلها يعني انت عارفه اكلها بارده. اكلها بارده كمان. واحط عليها ليمون واكلها، ليمون وكمون واكلها. ليمون وكمون؟ آه. ممكن نجرب الليمون والكمون. لا انا باكلها بتتسلق في الشوربه. وهي طالعه كده شفت ميزو ميزو بصلي بصه حلو. بصي يا نادين اهو ده قلب كريمي معايا اهو. اوكي ده بعد كده حطينا السكر. انا كده حطيت السكر على الزبده بس انا ما عملتش اكتر من كده. تمام. ابتدي اديها البضايه ومعاها الفانيليا اهو مع البضايه، واديها البضايه بتاعتها. بصي بصي قلب بصي اصلا الزبده مع الكريمه فتحت لونها ابيض ازاي. بس واضح. وده الاتجاه بتاع البسكوت والبيتي فور واللانكشاير اللي هم الثلاثه الفئه واحده دول، ان دايما اضرب الزبده مع السكر واحط البيض والفانيليا. ده مرحله، وبعد كده كل المواد الجافه ابتدي انزل بيها واحده واحده. تمام؟ خلاص اتفقنا؟ فاضل بس كده الدقيق بالظبط والبيكنج باودر بالظبط مع بعض. الدقيق والبيكنج باودر والنشا حطيتهم مع بعض. اوكي. تمام؟ انا بضرب اهو البيض مع الفانيليا مع الزبده مع السكر عشان بس ما تبقاش ما تعملش ريحه للبيض اهو. انت قلت لي يا ميزو مره فاتت ان انت بتستخدم الفانيليا الباودر مش الثانيه، مش الاكستراكت. الاكستراكت بستخدمها في الحاجات اللي هي الكيك. اه تمام. اللي عايز فيها الريحه، الريحه في الكيك نفسه. اه اوكي تمام. مش عايزه في الطعم. السكر الفانيليا السكر دي بتعمل في الطعم، بتدي الطعم. هما الاثنين طبعا بيدوا الطعم. بس الفانيلا اكستراكت بحب انها تكون في الكيك اكتر. اوكي. وشي. ايوه. انا مركز مع طبق الكبده. ايوه ايوه. محدش يكلمني انا بعمل الكبده ازاي. ما انا عايز اركز معاك على فكره. حبه زيت صغيرين قوي، نقطه بس كده، مكعب زبده صغير، وحطيت ادي الكبده اهي. بصلايه صغيره. فصين توم. كده. تمام؟ هتسيبهم بقى. فلفل اسود. عارف يا اوشي ايه الطبق اللي انت عملته وحشني قبل كده؟ الطبق ايه؟ الطبق اللي انت عملته قبل كده وحشني. الطبق الكبده المكرونه. اه الكبده. الكبده محمره. مرده. اه يا جماعه ايوه تدخل كده في الزيت تطلع. تطلع كبده. تحفه. ماشي. انت دلوقتي يا اوشي بتحط الملح والفلفل على الكبده. حبه ملح وفلفل صغيرين. والثوم. وبعدين هنزل بشويه هريسه. الهريسه دي بقى تعمل لنا ايه؟ هتدينا لون وتيست. نمره واحد وتيست وسنه سبايسي وتخلي بقى العمليه ايه؟ اوشي على فكره انا سايباك تعمل حاجات سبايسي عشان احنا في رمضان. لا سنة وانا مش حاكل. انا ما قلتش سبايسي. انا عايز اقول لك مش قادر اقاوم والله العظيم. سنة. يعني هو ادي ادي المضرب يا اوشي اهو. وادي المضرب يا اوشي. شايف الريحه؟ انا مش قادر. ويقول لك طبق خفيف. فاضل شويه على الفطار. فاضل شويه على الفطار. ماشي. طيب ننزل بالدقيق اهو واحده واحده. ميزو سؤال بقى. اتفضلي. في ناس كتير قوي بتقول انه لما تحط الدقيق وتلفه بطريقه معينه ده ما بيدخلش هواء، بس انا بتكلم على الكيكه عامه. تمام. ما بيدخلش هواء فالكيكه لما تيجي تحطها في الفرن مش بتهبط. بص ايه ده صح؟ الى اي مدى هذا صحيح؟ مظبوط. الدقيق احنا اتفقنا ان الدقيق دي في حاجه اسمها خيوط الجلوتين. اوكي. تمام؟ فانا النهارده عايز اللانكشاير ده، اللانكشاير ده عامل زي البيتي فور، فعجنته مكتومه. ما فيهاش الباف، ما فيهاش فقاعات هوائيه. ماشي. ماشي خلينا نتكلم ايه بصوره مبسطه خالص يعني. فدي عجينه مكتومه، فانا دي لازم تتضرب معايا كويس جدا عشان يخلق خيوط للعجين، ما انا كل ما بضرب كل ما الخيوط دي بتزيد، كل ما بضرب كل ما الخيوط دي بتزيد. تمام؟ اه فهمتك. فهمتني ازاي؟ فانا عايز اعمل لها كل ما هضربها كل ما الخيوط هتزيد، فكل ما تبقى العجينه اكتر مكتومه. مكتومه. لما اجي اعمل فينو اعمل كيك الكلام ده كله اعمل لها فولدنج. اخدها من تحت لفوق كده عشان العجين ما ايه؟ ما يضربش كتير فيعمل لي خيوط كتير فتبقى العجينه ماسكه. مكتومه وما تعلاش معاك في الفرن. بالظبط. بالظبط. اهو انا بضرب العجينه اهو. ماشي.
وشي بجد مش قادره اقاوم الريحه. الريحه فعلا ريحه التوم يعني. على الهريسه والكبده يعني الاساس. انا الرز كنت مزود له شويه ميه عشان يستوي، عشان لما يخش في الطاجن ما ياخدش سوا كتير، يعني فاهم، مكتر له الميه سنه ومعلي عليه النار وكل شويه بقلبه علشان خاطر ايه؟ فاهم قصدي يا نادين ولا ايه؟ لا فاهم. على فكره يا يعني وشي كترت له الميه، هفاجئكم مره رز بالجزر. بس لغايه المرحله دي كده ابقى انا خلاص مش عايز اضربها تاني، هضربها على ايدي بقى. بس دي ما بق... يعني عجينه متماسكه شويه بالظبط. اوكي بس بعد كده اضربها على ايدي المها بقى ماشي، عشان هرجع بعد كده اكورها اهو. بص بقى كلها زبده. بص انا هديله حبه ميه تاني صغيرين. هو لو ما... لو كوبايه رز بتاخد قد ايه ميه؟ يعني بتقيس على اساس ايه؟ لو كوبايه رز تاخد كوبايه وربع، لو رز مصري تاخد كوبايه وربع ميه، كوبايه ونص بسمتي، فاهم قصدي؟ ماشي. يعني كوبايه الرز البسمتي تاخد كوبايه ونص ميه، وكوبايه رز مصري تاخد كوبايه وربع. أوكي. لو نقعت الرز البسمتي لو منقوع تاخد كوبايه وربع، ياخد كوبايه وربع او كوبايه كمان ممكن. لا على فكره، لا انت الله اكبر. انت عديت انت عديت بعد كده مش هتعملي الجزر بره خالص خالص. المره اللي فاتت يا جماعه سلقت الجزر بره الرز عشان ما يعجنش، دلوقتي ممكن اعمله عادي. الوحيده اللي تعمل طبق الرز يعني جزر بره زي الشاي كده سكر بره. بصي اهو بتدهنها بقى، بدهنها ايه؟ بالمنديل بدهنها بس زيت، مش بغرقها زيت لان هي اوريدي فيها زبده ماشي. بس عشان اقاوم الاحتكاك بتاع الايه بتاع العجينه. يعني هي اوريدي فيها زبده؟ هي فيها زبده، هي سمنه. تمام. بس ما بص عملت ازاي، بص شايفه اللمعه بتاعتها دي كلها سمنه. تمام. وبص بقى العجينه ايه اهي ماشي، ومش من ضمن الحاجات اللي هي تلم العجين والكلام ده كله، لا هي خلاص اهي. احنا عملنا مقدار واحد، المقدار واحد هتشوفي اصلا هيعمل قد ايه. لا واضح انه هيعمل كتير. طبعا هيعمل لك صينيه كامله. بس خد بالك اللانكشاير ده بيبقى ايه يعني اقل من الون بايت كمان حاجه كده يعني مدوره صغيره. الله بصي. الله يا ميزو. طب يعني اعملي صينيه على جنب اروح بيها اهو. طب ودي بقى يا ميزو ممكن مثلا تحط، ده اختراعاتي يعني ممكن اخترع عادي، تحط مثلا شوكولاته من جوه فيها. ما هي ده، هي بمجرد ما هتخرج دلوقتي هيبقى كورتين. تمام. هنمسك الكورتين دول على بعض، هنحط مربى في النص ونحط مربى ونقوم لازقين. ماشي. لا هنلعب، لا ده احنا النهارده يا جماعه هنهزر جامد. ماشي تمام. فهي ده هي كده اصلا بقول لك هتكبر كمان. طيب وشي بصي وصلنا لايه؟ ادي الرز اهو، مش عارف الكاميرا معايا ولا لا. بصي لما ادوس عليه خلاص اهو، بصي دخل ايه على ثلاث ارباع السوا اهي. فاضل له شويه قليلين. انا عايزه يشرب الميه دي واحطه في الطاجن يديله سنه صغيره كده مع الكبده ونقلبهم ويخش. انا مسخن الطاجن جوه في الفرن، حطه على مولع الفرن وحط الطاجن فاضي. ماشي دقيقه بس. دقيقه. طيب وكده خلاص الكبده اتعملت. الكبده خلاص كده يعني ايه، انا ما سويتهاش برده قوي يعني. بص بقت عامله ازاي. يا وشي. بس انتوا مستلميني من اول رمضان يا جماعه، من اول رمضان دايما بيعملوا احلى اطباق في الحياه. بصي يعني الكبده عامله ازاي؟ ليه؟ لان لسه هتخش تكمل سواها. بصي كده 70% من سواها هتخش الفرن، هتقعد حوالي 10 دقائق خلاص كده. اوكي. مدرسه وشي برضه. لا انت بره وجوه. وفي الالوان. بصي المطبخ، اصل المطبخ ده اللي بيحب الاكل يحب المطبخ. لا ثواني بقى، انا بحب الاكل، هصلح لك المعلومه. انا بحب اكل بس. لا يعني ما ندخلش اطبخ. طب اطبخ كل يوم. ما بيجيلكيش الشوق كده تقومي عامله اكله؟ ما هو انا بقى مش بعرف اكل من اللي انا عاملاه، مش عارفه ليه. ما اعرفش. طب اقول لك على حاجه، انت عارفه احنا برضو لما قبل ما نتعلم المطبخ كنا بنحب الاكل، وهوي يعني تعرف تعمل لك اكله بتاع الكلام ده كله. الجرافز فين بتاع الاساس والتعليم بتاع الفرن ده فين؟ متهيألي مستخبي في بين مخبيين لكم حاجات في المطبخ عشان يعني نعذبكم في رمضان. فالمطبخ ليه متعه، وبالذات كمان لما تبتدي تتضح ليكي امور كتيره جدا في المطبخ.
انا بتسيب بقى تبقى خبره. ايوه بس الفكره الستاب اللي قبل الخبره دي يا جماعه بتبقى صعبه. هي الخطوات اللي بتاخديها اسرع. المطبخ سبحان الله يعني التعامل مع الالوان والحاجات الاشكال اللي فيها والكلام ده كله طبعا ده بهجه لوحده. دي اكيد دي بهجه. والسعاده الاكبر انك لما تعملي اكله وحد يقول لك الله تبقى طالعه 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 من جوه عارفه انت انت بسطتيه فعلا اديتي له حاجه جميله يعني. دي حقيقه. طبعا. طب انت ايه اكتر مطبخ بتحبه؟ يعني الايطالي ولا الفرنساوي ولا الصراحه المصري؟ الصراحه يعني بص المصري والتركي. المصري والتركي لا المصري والتركي انا بالنسبه لي دول من البيست يعني. بس يليهم الارجنتيني فعلا اللاتن المطبخ المكسيكي واللاتن والارجنتيني. يعني الاسيوي مش بتحبه؟ مش يعني لا انا بقول لك يعني ماي بيست خالص بقى. انا ما بحبش الاسيوي. السوشي والحاجات دي بحبهم وباكلهم بس ماي بيست مصري والتركي تمام. دول تركي تحفه. ما هم الاثنين اصل ولاد عم دول لوحدهم. انا مصري شعبي من العربيه وبعد كده اللاتن بقى. اللاتن بقى الحاجات اللي هي الانجوس ميت والحاجات اللحوم تحفه. يا وانا اصل بعشق اللحمه. هنطلع فاصل ونرجع بقى نشوف. انا هقول حاجه قبل البتاع. انا حطيت مكعب زبده صغير وادي الرز اهو خلاص ثلاث ارباع سوا والكبده كذلك خلاص ويخش الفرن يكمل سوا. اوكي بس كده. هنطلع فاصل بقى ونسال اوشي ايه اكتر مطبخ هو بيحبه وايه اللي مش بيحبه. ورجعنا لكم تاني وهنشوف بقى اوشي وميزو وصلوا لفين. بصي احنا طبعا دلوقتي اهو الحاجه في الفرن وحضرنا المربى والحاجه بتاعتنا وحطينا الشوكولاته البيضاء هي بتسيح على النار. نزوق بقى ونعمل نسيح شويه شوكولاته بيضاء وشويه صوصات بقى كده ايه نلعب معاهم. ده حركتك دي بقى الالوان. ده فراوله وده كراميل ودي مربى عشان نلزق بيها الاثنين مع بعض. اوكي بس كده. الله منكشر خلص اهو. ايوه بقى انا عايز ابص على ال بس هتسيبه يحمر شويه يا ميزو. طبعا اخر بس ياخد له اخر وش بس. بس اللي عايزين نقوله ان هو في خلال الفاصل دخلناه وطلع ما خدش يا دوبك 7-8 دقايق وهو ده ميزه اللانكشاير والبيتيفور والحاجات دي ان هي ما بتاخدش وقت. لا يعني هي دي ميزه اكلاتكم. الله يبارك. لا ده البيتيفور البيتيفور فانت ممكن لو عندك عزومه او الكلام ده كله مش يعني مش قادره تعملي حاجه او نسيتي تعملي حاجه والكلام ده كله ده مش هياخد منك في المطبخ كله على بعضه مش هيكمل نص ساعه. نص ساعه طب انا ليه الاكل بياخد مني وقت قوي لما اقرر ادخل المطبخ؟ بياخد وقت كتير جدا. نشوف بول اصغر من دي على طول عشان. طب وش انت ما قلتش بقى ايه اني تاني مطبخ مفضل عندك؟ انا غير المصري الشعبي. لا انا المصري انا ما خدي بالك ما احنا عرفنا يا جماعه اوشي التوب بالنسبه له الشعبي المصري الشعبي. يعني ما هو المصري الشعبي ده جميل. طواجن عارفه عكاوي. لا بره المصري بس المصري ده بتاعنا. لا استطيع. لا المصري لا استطيع. لا بحب الايطالي. الايطالي تحفه. بحب ريحه الاعشاب بتاعتهم قوي في الاكل. الزعتر والروزماري والريحان والحاجات دي عارفه بتخلي في تيست كده في الاكل حلو. والباستات طبعا يعني الباستات والبيتزات ما فيش حد متهيألي في العالم كله ما بيحبهاش. واحلى حاجه في الباستا لما تبقى الباستا معموله في البيت العجينه بتبقى فعلا مش في مصر مش متعودين قوي اللي احنا ناكلها او مش متدرجه قوي عندنا. بس هي خدي بالك عاملها سهله جدا والتيست بتاعها مختلف عن المكرونه اللي احنا بناكلها شويه بس التيست بتاعها بيبقى حلو قوي. الله مع الجبن بقى وايوه بقى برمزان بقى والاعشاب بقى كتير 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 قوي على ايام رمضان. بصي عامه المطابخ العالميه ماشي كلها معانا بقى كريمه من اسكندريه. اهلا 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 استاذه كريمه. كريمه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عامله ايه؟ ازيك يا نوني عامله ايه؟ كله كويس. كل سنه وانت طيبه بقى رمضان هيخلص والعيد داخل. وانت بألف خير وسلام وبسلم طبعا على الشيفات الجمال الاثنين الحلوين اللي بينافسوا بعض المنافسه الجميله دي. اهلا بيك يا استاذه كريمه. عاملين ايه بقى؟
ايه اخباركم؟ كله زي الفل. النهارده اوشي كان البسكوت تحفه تحفه تحفه. جربتيه؟ وعاوز طبعا. طب زي الفل الحمد لله. الكحك في منتهى الجمال والله العظيم. تمام. وعايزه اقول لك كمان ان انتوا النهارده قريتوا افكاري، يعني اللانج شاير كنت لسه هقول لكم بقى عايزه بطريقتكم. شفت يا كريمه؟ شفتي بقى هم بيقروا الافكار ازاي؟ برافو عليكم برافو عليكم. دماغنا غير الطبخ كمان اهي. احنا عملناها بطريقه سميزو النهارده، عملوا بطريقه سهله جدا، وعاملين بقى جنبه كمان طاجن كبده كده عشان تلحقي ايه تغمسي بقى وبتاع. أيوة. بسرعه بسرعه كده. بس تابعينا بقى اقول لك اموري. بالنسبه لطاجن الكبد اللي هو بالروزالي، ينفع اني لو اعمله بالفريك؟ ممكن طبعا طبعا. لا انا قصدي انت خدي بالك انت هتجوعيني وانا كده ايه، لان انا بعشق الفريك خدي بالك. بس قلنا النهارده نغير، نعمل طاجن رز كده في السريع طخ طخ على طول عشان خاطر ايه نفضى بقى. يا ميزو يا وشي، انا جربت موضوع الرز اللي هو بيتحشي فعلا لقيته حلو، بس انا قلت يعني موضوع الرز برضو دوت يعني حلو وجديد، بس قلت بقى اما اسالك كده في موضوع الفريك عشان انا عندي شويه فريك جايين من الصعيد بقى عايزين. لا ده خلي بالك بالفريك بيبقى احلى. فقلت اما اسالك بقى انت اللي تقول لي رايك. لا. ايه انقعيه شويه واديله بقى شويه بصلايه كده، واديله بقى التحابيش بتاعته سنه شطه ملح وفلفل، بس الاهم حاجه تنقعيه. هو فريك بلدي صح؟ هو مش سعيد والله ما اعرف بقى بلدي. هيقعد معاك شويه. هيقعد معاك شويه طبعا كتير. هتنقعيه حوالي مثلا مش اقل من ساعتين ثلاثه في ميه سخنه. يلا ربنا يخليكوا دايما كده ممتعيننا ومتجددين، وبجد بتدونا اروع ما عندكم. انا عايز اسالك سؤال. عايزه اشكر القناه الجميله والمذيعات الامارات والاعداد. شكرا. كلكم بجد ما شاء الله عليكم. وطالبه بقى طلب بقى ممكن؟ اتفضلي. طبعا ربنا يخليك يا حبيبتي. يا ريت كده بقى في اخر حلقات العيد بقى بالنسبه للكحك والبسكوتات والحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها، لو يعني يتيح وقت كده بسيط تنزلوا لنا المقادير تبقى مره واحده، لاني مثلا لو حد فاتته حاجه. طبعا طبعا فكره حلوه. طبعا طبعا المقادير بتاعتكم انتوا بقى مميزه كده، نبقى مدونينها عندنا في الاجنده. حاضر. عيني. طب انا عايز اسالك سؤال قبل ما تقفلي. قول. انت من اسكندريه غالبا صح؟ طبعا عيب عليك، يعني انت من ساعه ما بدات بقى. بص اسكن والله العظيم اسكندريه ده اصل حته هنا، مش عايز اقول لك واخده حته هنا يعني. في قلبي. لا لا انت بقى لما تيجوا اسكندريه شكلي انا بقى هتوهك طالما انت سالت السؤال ده، وبعدين انت مش شايف ان احنا عمالين نشاغب ونناقشك ونغلب معاك في الكلام؟ ايوه 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 طبعا. طب لسه بتتسحروا اول يوم رمضان بتسحروا كبده؟ في طبعا ناس كتير بيحبوا طبعا الكبده، بس انا بصراحه اقول لك على حاجه، بحب دايما الاكل الصحي علشان التخن والكلام ده، وما نرجعش نقول بقى تخنا وعملنا، والاكل يعني اهم حاجه الزبادي عندنا. طب ما الكبده صحي برضو. ايوه على فكره الكبده حاجه صحيه يا كريمه. ما هي حاجه صحيه بس يعني على السحور وبعدين نقولوا بقى الحر وعطشانين مش قادرين وبتاع. لا بص انا بعشق رمل اسكندريه، والله بعشق رمل اسكندريه، واحلى بلاد الكون فعلا. اسكندريه والله العظيم بجد بتحب الناس الجدعه، بتحب الناس اللي عندها امانه عندها ضمير زيكم كده. الله يبارك لك. فربنا يبارك لنا فيكم يا رب، وبشكركم جدا جدا ودايما متالقين. احنا مبسوطين جدا والله. ميرسي جدا يا كريمه. طيب بص يا نادين، انا عايز ازوق بقى. اعرف منين ان هي استوت؟ لما امسك واحده اول حاجه الاقي الصينيه بصي ايه وهي لسه سخنه، ايه ملازقه ولا حاجه تمام، والظهر بتاعها خد سنه الاحمرار. ما يهمنيش الوش بتاعه يكون احمر، يهمني اللي هنا يكون احمر. اوكي تمام. وندي له بقى الايه دي تبقى ريحتها تحفه. هشملها لك حالا دلوقتي اهو. لا هنهار منكم بالحلقه النهارده. الزبده فيها بتبقى خطيره. عشان نديها طبعا ممكن اجي بقى ايه العب معاك بعد اذنك. اهزر معاك شويه. كراميل بايتس. هي اصغر؟ لا هي قد البايت. كراميل اهو. الله. طب تعالى وش بقى ايه جنبي. تعالى اتسهل معايا. نلبس نلبس الجلافز. ماشي ماشي. طب ميزو ايه تاني ممكن يتحط بدل المربى؟ فارماسيل. لا ما بدل المربى. بدل المربى لا، ما هي المربى لازم تلزق. بس ممكن مثلا ممكن شوكولاته. لا كريم شانتيه. لا هيهيم بعد تاني يوم. اوه تمام. مش هيستحق كريمه مش هتنفع كمان تتسبك. العجينه هتشربها؟ لا هتشربها والعجينه والكريمه هتبوظ. الكريمه ما هتفضل في الجو العادي هتبوظ. فممكن اهو ناخد واحده كمان اهي. ممكن بقى مربى فراوله مشمش اللي انت عايزاه، اي مربى انت بتحبيه اهو.
ممكن شوكولاته بيضة يا سيدي اهو مثلا اللي هي دي اهو بتبقى حلوه قوي لو عملناها هي مدينها ايه بس ايه نسيها في السيرب ده فراوله فكرتني بال عارف زمان شكليها بصي 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 اللون اهو زمان اهو بصي اللون اهو شكليها ده سيرب فراوله تمام اسقيها اوكي ماشي اهو ممكن ايه ممكن انت بتقولي ممكن كراميل لو صوص الكراميل ده شغال اهو لو ممكن لا هيلزقهم مع بعض لو صوص الكراميل اهو دي بقى التفانين اللي انا ممكن اللي انا بقول لكم عليها في المطبخ لما يبقى واللي انت لسه كنت بتقول عليها ميزو بالظبط لما تبقى خلاص خبره في المطبخ ممكن بقى تخترع اي حاجه بصي بقى لو عملنا كده مثلا وايه وتطلع في فارماسيل انا متهيألي في فارماسيل في فارماسيل متهيألي وممكن على فكره سكر بودره وسكر بودره هنرش عليها سكر بودره لا ده انا بقى يا جماعه عديت انت يا نادين الله اكبر الله اكبر اهو مش عارف فين بس اعتقد اللي هو فيه طب ميزو ده بيختلف بقى عن ايه عن البيتي فور نفسه البيتي فور عجنته اخشن شويه يعني بتزود على ايه الزياده اللي بتزودها الزياده في الدقيق الدقيق هو اللي ينشف فعلا تمام ممكن دي مثلا ايه بس بقى بص قوشي مسك ال لا يا نادين يعني يا نادين لو سمحتي انا بحب الاكل فيعني أيوة. وبالذات الحلويات على فكره يعني خدي بالك يعني انا بعمل حلويات بتلاقيني بقى مركز قوي وبحب دايما الحاجات السهله الشيك يعني عارفه ما بحبش اخش في معركه مع الحلويات لا هي الحلويات بالنسبه لي اكتر حاجه بتحتاج مزاج اكتر من الـ من الـ من الاكل الحادق بس كده عشان بقى كلها تفانين ولا هنقطعها ايه رايك ننزع واحده بالشوكولاته البيضاء الشوكولاته البيضاء انا لسه هقول لك اهو نديها واحده مربى اهي الله ناخد معلقه عارفين بس لو ما كنتش صايمه كنت يعني ما كنتوش هتلحقوا اصلا تطلعوا هكون اكلته الله يا اوشي بس اهي طب هي ميزو العجينه ممكن تصغر عن كده؟ طبعا لحد قد نصها مثلا؟ بس دي خلي بالك ده يا دوبك بق واحد خدي بالك كمان الميزو اشتغل العجينه دي على طول كمان تعرفي دي لو ارتاحت بقى كمان ايه الفرق؟ هتعمل ايه؟ بقى التشقيق والكلام ده لو طب دي ممكن تتساب قد ايه؟ بتريح قد ايه يا ميزو العجينه دي؟ العجينه تطلع لغايه ما تهدى بس تبرد والله نصايه كده مثلا برضه اكله سريعه ممكن صوص شوكولاته طب وش احنا بقى لنا بقى قد ايه سايبين الكبده؟ بقى لنا ايه 10 دقايق تقريبا؟ هي المفروض تبقى تفضل قد ايه؟ هي خدي بالك مش هتكمل يعني هي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. لو انا ما سويتش الرز قوي هديله ربع كوبايه ميه مع الطاجن. تمام؟ ربع كوبايه ميه مع الطاجن. اوكي. الكوستر اللي كمان فيه رز. الكوستر؟ ميزو كان سريعها منك ليه ميزو كان خبيها ليه ميزو كان مش قادر ماشي دي كده خلاص طاجن الكبده والرز خلص انا مش لاقي الجلافز بتاع الفرن وبصارع بصارع عشان هتطلعها هتجي لك؟ لا خلاص اوكي مش متحمسة خالص اني اشوفها على فكرة خالص الحاجات الخفيفة الحلوة اللانكشاير دي وشي لو سمحت ما تورينيش الطاجن ده انا مش هبصله انا مش هبصله الطاجن ده ريحته بصي بصي انا مش هبصله بصي الكبدة مع الرز عاملين ازاي يسامحك ربنا لا لا كتير لا كتير 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 عليا انا مش طب وشي ساعات في ناس بتعمل الطاجن الكبده بالرز الرز نفسه بيبقى غامق بياخد لون ممكن نعمله نحط عليه شويه قرفه نغمقه زي ما احنا عايزين اللي انت يعني زي ما بيقول لك اصفر احمر اخضر نحط جزر عليه بسله الجزر بره احنا متفقين الجزر بره طب ما تقولش كده للمشاهدين بس استاذنك يا وش والنبي تبص لي على الفارماسيل كده تاني انا متاكد ان احنا هو كان في فعلا هنا كان جنبي ولا كان حوالينا احنا فاضل لنا وقت قد ايه؟ يا ممكن تقول لنا كده ندور على الفارماسيل ولا يعني ايه؟ فاضل دقيقتين لا يعني مش هندور بقى خلاص كده مش هندور انت فكرتني بالمكرون بالمكرون صح ايوه شفت برافو انا اجيب التايهه برافو يا نبي
فعلا المكرون نفس شكل المكرون. المكرون هو الشكل بتاعه ده. واحنا تصدقي فعلا احنا لازم نعمل المكرون ده في يوم. عارف بقى يا ميزو ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن بقى نعمل العجينه بتاعت اللانكشاير دي نعملها بفليفرز اللي تبقى ملونه. اه طبعا يعني مثلا ممكن بالفستق. اه من الاول خالص تبقى بالفستق نحط فراوله شوكولا نحط الوان طبيعيه. مش قادره مش قادره بجد عملتوا لنا احلى سفره النهارده. الف انا وشفا وحاجه بسيطه وسريعه. كل سنه وانتم طيبين. ورمضان بيجري وخلاص جيري. مشي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين ويا رب يكون يعني السفره سعيده. المنيوهات اللي بنقولها لكم دي سهله والدنيا اسرع ووصفات سهله وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظنكم ونكون حبيتوا المطبخ مننا. ميرسي جدا ليكم وهنشوفكم بقى بكره في لمه حلوه جميله.